زاح معرض أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الستار عن مجموعة من الابتكارات التكنولوجية في عالم الأجهزة الإلكترونية يظهر أغلبها للمستهلكين للمرة الأولى. ويعتبر هذا المعرض الأكبر في العالم في هذا المجال، ويتضمن كثيرا من المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية الحديثة، تضمنت تلفزيونات مقوسة وساعات ذكية وأجهزة منزلية مبتكرة متصلة بالإنترنت. ومن المتوقع أن يجتذب المعرض نحو 150 ألف زائر على مدار 4 أيام. بريجيت كاري المحررة لدى موقع سينت للتكنولوجيا: هناك العديد من الابتكارات المنزلية الذكية. إنها عبارة عن أجهزة في منزلك يمكنها الاتصال بالإنترنت. يمكنك حتى أن ترى آنية فخارية متصلة بالإنترنت وتخبرك عندما ينضج الطعام، بالإضافة إلى فرشاة أسنان بإمكانها إخبار هاتفك الذكي كيف تنظف أسنانك جيدا. تتعلق الفكرة بكيفية جعل حياتك اليومية أكثر سهولة. وكعادتها تتفوق عملاقة الإلكترونيات سامسونج بعد أن كشفت في معرض هذا العام عن تلفزيون جديد 105 بوصات مقوس الشكل، من شأنه أن يضفي معنى جديدا لعالم الألوان الإلكترونية. ومن بين الابتكارات التي تضمنها المعرض ملابس مزودة برقائق إلكترونية يمكنها رصد حركة الأطفال. واجتذبت شركة فورد للسيارات انتباه الزائرين بسيارتها سي ماكس سولار انرجي المجهزة لتزويد السيارات بالطاقة الشمسية المجانية النظيفة عبر خلايا ضوئية على سطح السيارة. محمد الجبالي، رويترز.